يكلم كولر يساله يقول له ايه اللي حصل بعد على فكره ماشي بلاش دي عشان ما. طيب عموما نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا القومي. من يومين يا جماعه انا نزلت على بوست كده على الصفحات عندي أيوة. وعلى الناس نعم. بتسال فالناس بتسال انتوا عارفين مين عارفين اللي قلته انا ما اعرفش تعرفوش مين انا ما اعرفش ما تعرفش لا مين ضيف البيت مين كبير. ضيف البيت الكبير في قناه الاهلي صعبه عارف يا احمد عارف لو قلت ما اقدرش اقول احمد ثابت وكريم عارفين من اول يوم صعبه عرفوا منين ما اعرفش مع ان انا كنت مركز ومقفل أول الدنيا ديها. من اول دقيقه لقيته بيكلموني بيقولوا يا كابتن والله حلقه حلوه شفناها شفتوها فين عموما عايزين تعرفوا مين هو ضيف البيت الكبير يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 10 بالليل ضيف مهم جدا ولاول مره على شاشه او على شاشه القنوات التلفزيونيه كلها على شاشه قناه النادي الاهلي هيكون ضيفنا هو من فلسطين الحره الى فخر الامه من قلب غزه الابيه نتحدث اليكم الفلسطيني وسام ابو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا جمهور الأهلي جمهور مختلف تماماً عن اللي انت شفته في حياتك كلها جمهور نادي الأهلي كمان كتير كتير بحبوا فلسطين القضية ممكن عملت شغل جامد جداً خلصت كيف وصل وسام أبو علي أن يكون لاعب في النادي الأهلي؟ أول ما قلت أنا نادي الأهلي قال لي يعني أهلي أهلي انا عارف ان انت بتحب حاجتين في حياتك الكرة وحاجه تانيه اول ما شفت الفيديوهات هاي امي بلشت تبكي هولندا وانجلترا وتسيب كل ده وتيجي مصر نادي الاهلي نادي كبير كل اللي سمعتوه وشفتوه عن وسام ابو علي حاجه واللي هتشوفوه في هذه الحلقه حاجه تانيه خالص انتظروا حلقه خاصه جدا من البيت الكبير مع نجم الاهلي الجديد وسام ابو علي استنوني في قناه نادي الاهلي مع الكابتن اسلام الشاطر وسام ابو علي ضيفا على البيت الكبير ان شاء الله يوم الاربعاء القادم كثير من جماهير النادي الاهلي توقعت هذا اللقاء واتمنى ان شاء الله ان هو يكون لقاء انا الحقيقه ما اتكلمتش فيه في الكوره كتير لانه كان الاهم ان احنا نعرفكم على وسام ابو علي من خلال وجوده على شاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله تتعرفوا عليه اكتر وتعرفوا ايه هواياته ايه حبه بيحب ايه ما بيحبش ايه عايز يعمل ايه للنادي الاهلي حوار كان فيه كلام كتير جدا وكلام مهم جدا جدا يخص وسام ابو علي ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 10 بالليل هكون مع حضراتكم هقول شوية تقديمة وأن يكون معانا بعدها وسام أبو علي في حلقة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بما أننا بقى بنتكلم على النادي الأهلي عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل في الإمارات طبعًا طبعًا, إيه؟ طبعا طبعا أكيد ما نعرف برضو ونطمن جمهور النادي الأهلي وبالمناسبة بكرة الساعة 3 ظهرا أو من الساعة 2 هيبقى في الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي الودية الأولى في الإمارات الحقيقة مجهودات كبيرة جدا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا عشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا جالنا برضو مطالبات كثيرة من جماهير النادي الأهلي طلبتنا بوجود القناة او بوجود المباراة على شاشة القناة الحمد لله قدرنا نتوصل اتفاق وهنذيع لحضراتكم مباراة الأهلي بكرة على شاشة قناة النادي الأهلي مباراة الأهلي الودية هتبقى في تمام الساعة الثالثة المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة قبل المباراة بساعة على الهواء مباشرة مع النجم كابتن أسامة حسني اللي هيكون مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي لهذه المباراة على قد ما بنقدر بنحاول كل اللي جمهور النادي الأهلي عايزه بنحاول نعمله لهم على قد ما بنقدر والله صدقوني في حاجات بتبقى مش في إيدينا ولكن في حاجات اللي بيبقى في إيدينا بنحاول نعمله بشكر الجميع الحقيقة اللي ساهم أن تكون هذه المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي بكرة استنوا كابتن أسامة حسني الساعة 2 الظهر قبل المباراة بساعة من الساعة 2 يكون معاكم كابتن أسامة حسني ومباراة الأهلي الودية الأولى في معسكره نعم نادي الأخدود السعودي مباراة الأهلي 12 على الدوري السعودي نعم ده ال 12 ترتيبه ال 12 على الدوري السعودي هو بص يعني هنبقى نتكلم في هذا الامر في موضوع تاني بكره ان شاء الله نبقى نتكلم فيه اكتر لكن ان شاء الله بكره الساعه 2 ظهرا
الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والاخدود السعودي. خلينا نذهب الى زميلنا فاروق صلاح من معسكر الامارات ونعرف كل تفاصيل ما حدث اليوم وايه اللي بيحصل النهارده طوال النهار. فاروق ازيك يا حبيبي؟